ست ام وليد. غاليه اهلا وسهلا يا ست ام وليد. يا عامله ايه؟ الحمد لله، تسلمي وتعيشي. عامله ايه؟ ولادك عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله، كلنا كويسين وبخير. بقولك انا بقى من ام ياسين اللي انا كلمتك قد كده. اهلا انا من وسهلا اسوان. بيكي. اهلا بيكي. بقولك على القبريه بقى، انا كنت عاوزه ابعت لك قبريه. القبريه اللي انت بتقولي عليه العصير عاوزه تعمليه. يا ستي ابعتيه لنا بقى. خلاص انا بص، انا قاعده في اسكندريه، انا ليا اختي في القاهره قاعده. انت تأمري. لو عاوزه اشوفي ايه وهبعت لك القبريه. الله يخليكي، تسلمي، تشرفينا. هتجيبي طبق وتحطي فيه الملح والثوم وسنة الكمون. الملح والسكر انا بقول على حسب مزاجك، بس طبعا كل شيء بيبقى في المظبوط وقليل بيبقى حلو. وزيت الزيتون، عاوزة تحطي اي زيت تاني اللي يريحك، اللي يريحك، زيت عادي، زيت زيتون، اللي ماشي عندك وموجود، وقلبيهم في بعض، عشان لو حطيناهم كده على البطاطس وفضلنا نقلب البطاطس تتهري، لازم يبقوا متقلبين في قلب بعضيهم اهم. البنجر بقى اللي ضغطه عالي ياكل من البنجر ده هيظبط، او يشربه عصير لو تحبيه عصير، زي ما تحبي، ده او ده زي الفل، ما فيهوش اي مشاكل، بيبقى طعمه هو اساسا طعمه حلو، اساسا طعمه حلو، والعيال كمان يحبوه لو دخلته لهم برضو في سلطه او في اي حاجه. عبال ما تستوي معانا البطاطس وتتكمر هعمل لكم عصير بطيخ. وانا ماشيه كده لقيت على الطريق عربيات البطيخ، ايه يا مشترى عليها، وفي كمان البطيخ النمسي الكبير الطويل الحلو ده. انا رحت كده جايبه بطيخه وقلت النهارده نطري على قلبنا بشويه عصير بطيخ. عصير البطيخ بيبقى حلو، وكنا زمان يعني امي ربنا يديها الصحه يا رب، كنا نجيب البطيخ ده بجد بالطشت، كان في بطيخ صغير كده كنا نقول عليه البطيخ الشلن، كان يبقى صغنطوط كده بس كان بيبقى عسل، تمسكي الواحده تروحي دشاها كده اهو وتكسريها يطلع معاكي سكر، تدشيها دش كده تبقى زي السكر، زي السكر. البطيخه حمراء ولا قرعه يا اسراء؟ اسراء حاولي تتصلي بينا تاني يا اسراء. جيب البطيخ وقشريه وطلعي منه البذر، وبعد كده تروحي حطاه في الخلاط مع السكر، السكر برضه على حسب ما تحبي، بس برضه زي ما بنقول العدل حلو، العدل حلو. بعد مكرر انا مش هحط سكر، يعني انا مش هحط سكر. الشاشه دي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. زود شويه ميه عشان تمشي. دي شويه ميه صغيرين، ممكن تحطي شويه ميه ساقعين صغيرين بس ما تكتريش عشان طعم البطيخ ما يروحش. انا مش عارفه ده الخلاط مالك النهارده صاحي معاه، مش عارفه. بسم الله. حبه ميه اهم، ممكن تحطيهم ساقعين او لو صبرتي عليه شويه ما تحطيش ميه. الوحيد اللي تهركيه قوي، يعني انا دايما اقول لما تعملي عصير ما تهركيهوش قوي او تخلطيه قوي عشان يبقى فيه كده فتفيت وتحسي ان انت بتشربي حاجه طبيعيه. اهركيه شويه زياده.